موقع أنا السلفي. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله عز وجل ملك له يفعل ما يشاء. منذ أقل من أسبوع كان الشيخ فتحي رحمه الله تعالى في جنازة الشيخ سعيد حماد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سرعان ما تمر الأيام ويأتي الأجل المحتوم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا ندري متى يأتي الموت، ليس بأيدينا، كرم بيد سواك، لا تدري متى يغشك. الشيخ فتحي رحمه الله تعالى بدأ دعوته من قديم وتحمل المسؤولية الدعوية في فترة صعبة شاقة، حافظ على مسيرة إخوانه من قبله. يوم دخل الشيخ حسن عمر المعتقل سنوات، وكان الشيخ فتحي رحمه الله هو المسؤول عن الدعوة فترة، حافظ فيها على هذه الدعوة المباركة في كفر الدوار. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. فتلمذ على أيديه المئات من الإخوة الملتزمين الذين نشروا الدعوة في كل مكان، حفظهم الله وسددهم. فيا عباد الله، أعدوا ليوم الرحيل عدته تظنونه بعيدا وهو قريب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم فاحذروا اللهو عباد الله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نشهد لله سبحانه وتعالى أن الشيخ فتحي كان داعيا إلى التوحيد وإلى اتباع السنة ومحافظا على الصلاة وفي الجماعة، وأنه كان صابرا محتسبا رحمه الله تعالى وغفر له. سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قولوا قولي هذا واستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إنما المقام مقام الوداع، وداعا لحبيبي رفيق دربي الشيخ فتحي. ما كان يختلط به أحد إلا ويحبه، ما كان يختلط به أحد إلا ويحبه، لأن حسابه كان مخلصا صادقا ولا نزكي على الله أحد. الشيخ فتحي من سنة 1984 التقيت به وكان على نفس الطريق، على طريق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حريص على الخير وأهل الخير، دافعا للخير ومعينا لأهل الخير على دعوتهم وطاعتهم لله عز وجل. وفي رقبة كل منا، نحن إخوانه، يعني شيء كبير وكبير. هذا الشيء الكبير إنما يحتاج منا أن نوفي بحقه في الدعاء والاستغفار، وأن نطلب له المكانة العالية في الجنة، هو وأهله وزويه وإخوانه، إخواني الكرام. هذا الرفيق الكريم ما رأيت منه إلا كل خير، وما رأيت منه إلا كل مساندة في الخير، وما كان يحدث شيء إلا ويتصل، لا يحب أن ينام
إلا وصدره صافيا وصدور إخوانه كذلك. فنحن نسأل الله عز وجل هذا الحبيب الذي هو جزء منا، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، أنت كأني لست أراك، إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، إنك كأني لست أرائي. إخواني الكرام، عليكم في رقبتكم لفضيلة الشيخ فتحي يعني شيء يسير، وهو الإخلاص في الدعاء، الإخلاص في الدعاء والاستغفار وطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل، أن يعني يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه وأهله في أهله في الغابرين، وأن يجمعنا به يوم القيامة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من جنته. اللهم آمين، اللهم آمين. وداعا أيها الحبيب، وداعا أيها الرفيق، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير، ولا تنسوا الدعاء، لا تنسوا الأخير.